النجاحات المتوالية دي عالميا وافريقيا ومحليا هتحطهم طبعا هتمجد يعني سيرتهم وتاريخهم مع النادي الاهلي. لكن خد بالك كمان انه النهارده اغلب عناصر النادي الاهلي مش قصه بس خاضت لقاءات صعبه، لكن كمان توجت بالقاب عندها خبر. اصل الالقاب دي خبر يعني طبعًا. البطولات الكبيره دي خبرات، انك انت تلعب مع الكبار وتسافر وترجع وتقع وتقف، كل دي تراكم خبرات كبيره طبعًا جدا طبعًا. وخصوصا انه يعني انت بتتكلم انه في تقريبا النهارده نص الفرقه او تلت الفرقه بتاخد بطوله افريقيا لاول مره، فبالتالي يعني فكره انا ادي لك مثالين بس. مروان عطيه، مروان عطيه لسه جاي شارك كاس عالم الانديه، خد دوري ابطال افريقيا، مع احترامي طبعا للسوبر بقى والحاجات المحليه بتاعتنا دي الحاجات الصغيره دي، لكن خد دوري ابطال افريقيا حاجه ما. النهارده انا شايف عشان الصحافه الجزائريه والسوشيال ميديا الجزائريه جايبه صور بتاع الجندوسي، هو احمد الجندوسي هو ماسك الكاس وبيرقص بيه في الطياره، مع انه ما شاركش في المباراه مثلا او ما كان يعني ما كانش له دور فعال، بس دوره جاي طبعا. لما قريت كل التعليقات بتاع الجزائريين قالوا يستحق، خلاص هو راح في حته ثانيه. شوفوا مع انه مش اساسي لسه، ما بقاش لان طبعا مركزه متخم شويه، لكن موجود الاهلي مش جابوا يركنه يعني، موجود وله دور، وموجود وكريستو له دور. أنا يعني بما انك قلت الاثنين دول كريستو وخندوسي، شايف كواليتي بالظبط تبني عليها جدا، موضوع تاني خالص، موضوع تاني خالص، هيفرق جدا مع النادي الاهلي. يعني دي اللقطه بتاعت قفشه في الطياره، كان في حتى الجندوس وكل اللعيبه يعني، هي دي حلاوتها، افرحوا يعني شويه وخلاص. ما شفتش فرحه قفشه في القضيه ممكن زي ما كان فرحان امبارح كده. ما هو فرحان لانه كانت الناس بدات تشكك فيه يعني. بداوا ايه، اقعد بقى قعد قفشه بقى وشرك مش عارف مين الاساسي، قفشه ما بقاش اساسي، هو حتى عبر عن ده بعد المباراه وقال خلاص انا بتدرب يا جماعه وموجود، عشان كده لما الاهلي يحتاجه لقاه يعني. دايما ده بيخلق المنافسه. طول المشوار يا استاذ محسن، وده يمكن مرتبط بالكلام ده قندوسي اهو. شوف جابوا اللقطه دي انتشرت في السوشيال ميديا الجزائريه ان عقب المباراه امبارح وبعد اللقطه يعني امبارح حتى يومنا هذا كل الناس الجزائريين واقفين ورايا يعني. وخالد عبد الفتاح أو البطولة كوكا أو البطولة، صحيح سافيو أو البطولة، كريستو أو البطولة، فبالتالي طبعا يعني إنجاز كبير. بمناسبة قفشة وكلامك يعني إنه يعني ناس شككت فيه وكده، مفيش لعيب الأهلي يحتاجه الموسم ده إلا ولقاه عشان يعني علي لطفي كان ليه دور مهم، شوبير كان ليه دور مهم، قفشة، السلية حتى بعد عودته من الإصابة، الجندوسي الأوقات اللي بينزلها، عايز أقول لك إن الجندوسي الأوقات اللي بينزلها دي بيفرق جدا، بيخطف قلوب الأهلاوية بالظبط، يعني بالتفويتة والبتاع، لأنه لعيب بسم الله ما شاء الله عالي يعني، في لعيب كورة يمكن ما انسجمش، يمكن ما هضمش فكر كولر قوي، يمكن بدني لسه دخل بقى مصري يعني. اللقطه اللي خدها في السوبر دي لما ركب العربيه قعد يلف بمحمود متولي يعني، اللي هو بيفسحه الدكتور قال ابعد عنه، واخده فسحه في الملعب. ومعلول بقى مصري، معلول مصري، وديانج بقى مصري، وبيرسي تاو كمان موسم هيقلب مصري. لا يعني ويحسب للاهلي ان هو يعني عنده جوهرتين، عفوا يعني جوهرتين، الجندوسي وكريستو، جوهره جزائريه وجوهره تونسيه. من كان شفت بعض التوانسه كانوا زعلانين جدا ان هو جه الاهلي، مش عشان قيمه الاهلي، قال يا جماعه دي مفروض موهبه هتفيد المنتخب التونسي ده، يروح اوروبا. طيب ماشي، ما هيروح برده ان شاء الله، بس ما يلمع لانه لسه موهبه صغيره زي الجندوسي برده. في احسن من فاترينه بطل افريقيا العرض بتاعه وكاس عالم انديه بالظبط. ده موضوع تاني خالص، فهستفيد. ما انت عندك علي معلول النهارده، ما هو اساسي في منتخب مصر، عفوا في منتخب تونس، نعم ما شاركش معاهم او مش موجود في قائمه الماتش اللي جاي، بس لاعب لا غنى عنه، وهو يعني احد كريستو موجود في قائمه، وكريستو موجود ومسافر معاهم كمان، بس علي كده كده اجازه راحه بالظبط. لا يعني راحه، الحمل كان كتير يعني، شوفهم هو بيعيط امبارح، تحس ان هم لسه بياخدوا البطوله ده اول مره. ما هو ده النادي الاهلي يعني. شفتها حتى كان في تعليقات بعض المغاربه، مش دلوقتي لما كنت بكلمك، يوم الاهلي خد الكونفدراليه على حساب يعني، قصدي صعد في الكونفدراليه على حساب الدفاع الحسن الجديد، لما جابوا اللقطه واللعيبه عماله تعيط، قال لك اللي يشوفهم كده يقولوا يا جماعه ده ما خدوش بطولات، ده هم اسياد افريقيا وبيشاركوا في بطوله الكونفدراليه بعد ما خرجوا من دور المجموعات وقتها، عفوا من دور الابطال وقتها في 2014، والاهلي كمل وخدها. تحس ان يعني هو بيصنع لنفسه الانجاز، هو بيصنع لنفسه الانجاز والخطه بتمشي يعني. علو له دموع غاليه قوي على جماهير النادي الاهلي. ده صحيح، ده صحيح يعني. انت يعني تربعت
على عرش قلوب الاهلاويه. قلوب الاهلاويه مش عايزه كلام. محمد هاني بالظبط. محمد هاني واحد من كبات النادي الاهلي يا جماعه. هاني بيكتب تاريخ بكائه ده، لان السنه اللي فاتت لعيبه الاهلي على فكره ما تعرضتش لظلم في الملعب بس عشان الناس كان في الانتقادات. لا، الظلم للاجواء اللي قبليها، ان انت بعد المباراه. ايوه انا بالظبط. حتى كابتن وائل جمعه حاول يوضح ده لعزيز بنيجي ان هو مش قصده ده، قصده الاحداث فهو الثاني ما عنديش مشكله يعني. انا بعدها. قلت يعني انا قلت كنت بكان في اول حلقه استاذ محسن بقول يعني كان كلام الاستاذ كابتن عزيز انه هل لو كان الموقف معكوس، هل لو كانت مباراه واحده في